عبر عدد من نجوم الفن والإعلام السوريين عن أمنياتهم الطيبة لسوريا شعبا وبلدا في ظل الظروف القاسية التي يعيشها أبناء هذا الوطن في الداخل بصفة خاصة أو خارج حدوده، متمنين السلامة والأمانة لأبناء هذا الوطن وأن تسود المحبة بين الجميع. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. ما بدي أقول السنة الجاي لأنه بعيدة، العام الجاي رح يكون بعيد. إن شاء الله بهالأيام نلاحظ ونلاقي أنه سوريا رجعت للأمان وللسلام وكل شيء حلو. يا رب بتلاقوا أبناء بلدي وأخواتي السوريين، بحبكم كتير وربي يخليكم ويقويكم ويصبركم كمان. نتمنى من كل قلبنا، والمسج تبعي بوصله أكثر شيء للشعب السوري بلدي، أنه نتسامح ونحب بعض ونكون بطريقة كتير حلوة، نكون قريبين من بعض، ويا رب هيك نكون أيامنا حلوة وجميلة مع بعض.